عايز استفيد اكتر من وجودك معايا واسالك عن تشكيله هي الافضل في كره القدم في العالم حاليا، تشكيله مثاليه لافضل اللاعبين. نو لا استطيع، ولكن او ماي جودنس يا الهي هو صعب، ولكن اخشى ان واو حسنا انظر الى ريال مدريد، لديك لاعبين رائعين مثل بيلينغهام، فينيس جونيور، ننتقل لبرشلونه، لدينا ايضا محمد صلاح من ليفربول، فان دايك وحارس مرمى اليسون، وايضا ربما يكون معه ادرسون من مانشستر سيتي. My goodness. I mean, يا إلهي أعتقد there's certainly more than يوجد الكثير لاعبين رائعين حول العالم اليوم. من الصعب سنظلم الكثير لنصنع فريق من 11 لاعبا. ربما خياراتي ستكون كثيرة جدا. سأقول فقط أن ليفربول محظوظ جدا أن يكون لدينا اثنين من ليفربول في هذه التشكيلة العظيمة، محمد صلاح وفان دايك هما يناسبان التشكيلة الأفضل في العالم، وهذا لحسن حظ ليفربول.